عقيت من كل ما بث فينا من امور كثيره جدا، مفيش حاجه واحده ومفيش اتجاه واحد مسؤول. كل من له امره او مسؤوليه فوقي، مدرسي، ابويا، جدي، جيراني، اخويا الكبير، وتدرج هكذا الى ان تصل الى الحكومه. كلما يسوء النظام السياسي كلما تكثر الامراض النفسيه لدى الناس، كلما اضطربت الاوضاع الاجتماعيه مما يؤدي الى أمراض نفسية. هل أنت تمارس الطب النفسي ربما منذ ما يقرب من 40 عاما؟ نعم. هل لاحظت مثلا، ولا تعالج مصريين فقط، أنت تعالج ناس ربما من العالم العربي وربما يعني أيضا غير عرب، نعم، هل لاحظت أن الأمراض النفسية هناك أمراض جديدة تظهر لدى الناس من خلال الضغوط التي يعيشونها ومن خلال أنظمة الحكم المختلفة؟ قطعا المؤثرات العامة التي نعيش فيها، المؤثرات البيئية والمؤثرات السياسية والاقتصادية تغير من أوضاع المرض النفسي كل عدد سنوات. يعني حتى في جهة مسؤولة عن دراسة الأمراض المستحدثة التي تطرأ على الناس ووضع نسب لها، تشوف هي قلت ولا زادت. هل تأتيك